أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم اتخاذ المسجد طريقا كأن يمر فيه الإنسان من أجل أن يختصر الطريق؟ لا بأس بذلك إذا لم يسئ إلى المسجد وإنما يعبر الطريق، لا بأس. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل. حتى الجنب والحائض يجوز أن يدخلا المسجد للعبور مع الطريق، أو لأخذ شيء، لأخذ حاجة من المسجد، لا بأس بذلك. نعم.